كيف حالك حبيبي؟ خير والله. أنا قابلت الرجال هذا عند الحلال. ممكن 500 كيلو عن الرياض في البر في الصمان. أنت قلت قبل شوي شيء. إيش هو؟ والله الرجال سامع يقول لك أبو جودي. وأنا متابعك في التيك توك وفي السناب وفي الفيسبوك. وعندي خويه هناك السوداني عانو صلي عنده رجله تعوره. وانت عندك شيء بيقول باذن ربنا بسم الله بتربه ارضنا بريت بعدنا يشفى سقيمنا. ايوه الدعاء والرجال دعاء والرجال عمل في رجله بتربه ارضنا. طب نروح نشوف الرجال الان. نعم شوف الرجال. تعال تعال, تعال احمد تعال يلا. وصلنا عند الرجل هذا. ايش اسمك؟ النيل. ها النيل. النيل وين الالم اللي كان عنده؟ وش سويت وراح هذا الالم؟ سويت من قلت ورني. بسم الله بتربة أرضنا. بسم الله بتربة أرضنا. بريقي بعضنا. بريقي بعضنا. يشفى سقيم. يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الله. وراح على طول. على طول الفيديو عنده طبيعي. أنا كم مشهد بس. الله أكبر. أنا كنت نصيحة يجين كم مشهد وأنا سويته هناك في المكان. الله. يا جماعة الخير ما عمري علمت أحد هذا الحديث. سنة مهجورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا واستفاد من هذا الحديث إن كانت امرأة أو رجل. إصاباتهم وأمراضهم. يا جماعة الخير وما ينطق على هون هو اللوح ينوح. هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. تجي كذا الطريقة السهلة تأخذ ريق وتحطه في الأرض تمام. هذا التراب اللي يجي مع الريق تحطه على مكان الألم أي مكان وتقول بسم الله بتربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وعندك يقين وثقة بالله والله وتالله وبالله إن الله يشفيك بإذن الله تعالى. أنا أقول لكم مو بالكلام وليد اليوم ترى من سنين وهذا الموضوع وهذا الحديث سبب في شفاء كثير من الناس. وأيضا هذا قابلته في البر 500 كيلو عن الرياض في وسط الصمان ويقول طبق هذا الحديث.